احرصوا أيها الآباء أيها الأمهات على الدعاء لأبنائكم. يا ولدي بارك الله فيك، أصلحك الله، وفقك، هداك، تدعو له في جوف الليل وأنت تقوم الليل في الصلوات المفروضة وصلوات النوافل فيما بينك وبين الله. الدعاء تحفيز، حتى تحفيز له وتشجيع. واتركوا أيها الآباء أساليب التعنيف والشد والغلظة على الأبناء، فإن أثرها سيء ولا يعود على الابن ولا على الأب ولا على الذرية ولا على البيت ولا على الأسرة ولا على الأوطان والمجتمعات بالخير. فلنحرص على هذه اللفتة التربوية في الدعاء للأبناء وحسن معاملتهم.